عشان يهرب ببلوته السودا، مش كده يا بيه؟ والله يا بيه ما بكدب عليك، واللي حكيته لك ده هو اللي حصل بالظبط. وبعدين يا سليم بقى انا مش محتاج اكدب يعني عليك، بعد كل اللي حصل لنا ده هكدب عليك ليه؟ ده انت هربان زي يعني، مش الظابط اللي بيحقق معايا واللي هيثبت عليا التهم. ولعلمك بقى يا سليم بيه، والله انا قاعد معاك هنا بمزاجي، مش غصب عني، ولا هممني بقى الطبنجه اللي معاك، ولا هببني اي حاجه. انا بس مش عايز اسيبك وانت عيان. بص يا سليم بيه، طيب يا بيه ماشي، انا هطلع يا بيه، ما تنساش بقى تبقى تاخد الدواء بتاعك المضاد الحيوي عشان الجرح يعني ما يلتهبش. اصل اللي انا عملته لك ده مش سهل كده يتعمل يعني في صالون ولا في صاله عادي، ده كان محتاج مستشفى واوضه عمليات تعقيم. تنساش تاخد الدواء بيه، احنا اسمك. انا هطلع اصلي وبريح شويه. يعني انت يا فريده مطمنه عليه انه كويس؟ والله يا طنط كويس وزي الفل، وبيسلم عليكم كمان. حبيبي يا سليم. الله يسلمك ويسلم. يبقى لازم اروح له اقنعه يرجع تاني. لا يا طنط، تروحي فين؟ البوليس مراقبك انت وسلمى، ولو اي حد فيكم حاول يشوفه او يتصل بيه هتبقى في خطوره كبيره جدا على سليم. طب ما تتكلمي انت معايا يا فريده، هو بيقتنع حبيبتي بكلامك، لازم يرجع، كده بيضيع حقه. حاضر يا حبيبتي، ما تقلقيش. يا ساتر يا رب. وطلعوا مين الولاد دول بقى سواليت؟ ما لحقناش نمسك حد فيهم يا فندم. اه سعادتك عارف ان هم اتنين مخبرين اللي بيراقبوا بيت سليم، والعيال عملوا عملتهم وجريوا من هنا ورايح. تزود الحراسه على بيت سليم، محدش يهوب من امه او اخته، مفهوم؟ حاضر يا فندم. ومين كان في البيت وقت كل ده ما حصل؟ امه واخته. اه وفي واحده جارتهم من زمان اسمها فريده. فريده؟ هي مش فريده دي اللي كانت نازله من عندهم امبارح والمخبرين جابوا نمره عربيتها؟ اه يا فندم، وكانت موجوده في النيابه وقت ما سليم هرب. مين فريده دي بقى؟ وايه حكايتها بالظبط؟ والله هو ده اللي حصل، محدش جراله اي حاجه، مفيش بس غير ان الشباك اتكسر، وانا ما مشيتش غير لما العيال دي مشيت من قدام البيت، ودلوقتي كمان بقى في حراسه. حراسه؟ أنا السبب في كل اللي بيحصل ده. يا حبيبي ما تحملش نفسك فوق طاقتك، وبعدين أنت في إيه ولا في إيه يعني؟ بقول لك إيه؟ أنا جبت لك أنت وإبراهيم شوية لبس كده اللي عرفت أتصرف فيه وأحطه في شنطة إيدي. ما تزعلش نفسك بقى يا سليم عشان خاطري. اخلص يا علي. آسفين يا فندم على اللي حصل ده كله، بس على فكرة سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده. ليه يا صلاح بيه؟ سليم هو اللي أجر شوية بلطجية عشان يجي وتهجموا علينا هنا في البيت؟ أنا مقدر موقفك يا أنسة سلمى، بس ما تنسيش إن سليم هو اللي حطيني وحطكم وحط الداخلية كلها في الموقف السيء جدا ده. أنتوا عارفين دلوقتي البلد ما بقتش زي زمان. حصل خير يا صلاح بيه، بس بكرة الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا، واولهم حضرتك. بس انا ليه عتاب عندك؟ عندنا؟ ايوه، بدل ما انت حاطط لنا مخبرين عشان يراقبوني انا وبنتي ويراقبوا اللي داخل واللي خارج، كان الاولى بحضرتك انك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الاوباش دول. انا اسف، بوعدك ان ده مش هيتكرر تاني. انا هي مين فريدة اللي كانت موجودة وقت الحادثة؟ دي زميلة بنتي وصاحبتها من زمان، كانت خطيبة سليم. طب ما انت عارف كل حاجة، لازمتها ايه بقى الأسئلة؟ لا بس مندهش بس ان هم كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبة، ومع ذلك هي كانت مصرة انها تبقى متواجدة معاكوا دايما، لدرجة انها كانت موجودة معاكوا
في النيابة. ما هو الود ملوش دعوة بالنصيب. ولا حضرتك عايز تحاكمها بحكم إنها بتصون العشرة؟ ربنا ديم المعروف. على فكرة لو سليم اتصل بيكي بلغيني اللي بيعمله ده كله مش هيجيب نتيجة. وأنا آسف على الإزعاج. السلام عليكم. ماما أنا لازم أكلم فريدة تنبه سليم. الراجل ده شكله مش سهل أبدا. هو هيتعملي كده؟ أنت ما سمعتيش فريدة لما قالت إن أخوكي بيقول لها إنهم مراقبين التليفونات؟ أمال هنعمل إيه ماما؟ نفضل قاعدين كده؟ بقول لك إيه، بكرة تروحي لها الشغل أكنك بتزوريها عادي وفهميها كل اللي حصل بالظبط. حاضر. ربنا يستر. ربنا يستر. هعرض لكم فيديوهات اللي صورها بعض أهالي المنطقة. استنونا بعد الفاصل. علي النعمة ده انت دماغك اساسا زي ابوك يا ابني. انت صعبان عليك تفرح. مصيبه والحمد لله انزاحت. عايز ايه تاني؟ مصيبه وانزاحت؟ ما هو انت هتشغل بالك ليه؟ انت عيل بارد اصلا. لعلمك بقى دي اول مره في حياتي اتفق انا ولطفي ابو المجد في حاجه. الحوار ده مش هيعدي بالسهل يا شادي. طب خد خد ولع دي هتلاقي الحوار عدى على طول. لا يا شيخ. تخرب بيت سنين. اهدى بقى شويه. أبوك ولا إيه؟ لا دي مراتي. ألو؟ أيوه. لا لا جاي دلوقتي. حاضر هكلمك أول ما أنزل من العربية. إنجي أنا بحبك. إيه؟ أبو وردة اترفع وشكلك هتتلسوع ها؟ لا لا يا عم، ده حماية وحماتي في البيت ولازم أروح لأتخد مخالفة. على الطلاق يا تامر، انت عيل برنس. لا جواز ولا وجع قلب. اه طبعا. وانا عبيط عشان اعمل في نفسي كده في الجواز قال. لو اني والله يا ابني بحس ان انجي مراتك دي غلبانه وطيبه. في ست طيبه مع جوزها يا صاحبي. خلي بالك على نفسك. سلام. سلام يا عم. وانت مالك يا حماد؟ اعرفه من قبل كده ولا لا؟ انت كان ليك مصلحه واتقضت وخلاص. ايه اللي يهمك؟ ربنا يخليك لينا يا باشا وما يحرمناش من عاطفك ابدا. انا بس قلت يعني طالما المصلحه واحده يبقى نحط ايدينا في ايدين بعض. انسى حماده. انا مش عايز اثر في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد. يا باشا سعادتك مش هتبان في الصوره. كل اللي طالبه منك انك تشور عليا بالنصيحه. انت عارف نصيحتك بتفرق معايا كتير قوي. كفاره يا ريس. كفاره دي تقولها لنفسك كده وانت خارج من الاعدام. انما انا بخارج معلم على الحكومه. فاهم يا بغلي؟ فاهم يا رئيس. صح صح كده. ماشي. وخد لقم دي. ماشي. الله يرحمك يا ندى. الله يرحمك يا عسلية. قطعتي بيا يا بت والله. قطعت بيا يا وربنا قطع الدنيا كلنا يا معلم. بقول لك ايه؟ ما عرفتش الحوار اللي عمله سليم الانصاري في النيابة؟ حوار ايه؟ قالوا ده هو عمل حوار كبير وكان عايز يلبس القضية كلها لطفي بن مجد وابنه. لطفي بن مجد وابنه؟ اه. لا يا اسطى استنى بقى الحجر يشتغل كده ورسينا على الحوار من اوله. امال ابراهيم فين؟ انا مش شايفاه يعني. مقموس يا ستي. العشاء مرضي قوي. عايز نعمله زي اخويا ومتربي معايا وبتاع، مش عارف اعمل له ايه يعني. ما هو بصراحة يا سليم الراجل متثبت من ساعة ما عرف ان انت ظابط. حاول يعني بالراحة عليه شوية. براحتي، هي ناقصة محن. انا مش ناقصة في اللي مكفيني. مين اللي جاي دلوقتي؟ ده اكيد الدراي كلين. الدراي كليني في الوقت ده؟ هو متعود يجي متاخر، ما تقلقش. طب بقول لك ايه؟ افتحي له وانا هطلع فوق، مهما كان مين ما تدخلوش يخش جوه.